صلتي وصلتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. إرهاب صلتي وسلتي جاهل بأصول الدين الحنيف، تجرد من الإنسانية ظنا منه أنه بهذا العمل الخبيث يستطيع أن يفكك الوحدة الوطنية، لكن أبناء دولة الكويت برهنوا للجميع أنهم أبناء لحمة واحدة يدينون بالولاء للوطن العزيز ولسمو الأمير حفظه الله ورعاه ولأسرة آل الصباح الكريمة. لن ينال أي إرهابي كان من عزيمة هذا الشعب الأبي الذي يعرف تماما معنى الغدر ومعنى الوفاء للوطن العزيز، وهذه الأرض تعرف أبناءها وقت المحن. فكلنا مسلمون وكلنا إخوة في الدين وشركاء في الوطن، وما تزيدنا الشدائد والمحن إلا تكاتفا وتعاضدا ووحدة وطنية وصفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة التي أثبتت معنى الوحدة الوطنية التي جسدها أبناء الكويت البررة وعلى رأسهم قائد الإنسانية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. نرحب سيداتي وسادتي بضيفينا في الاستديو، دكتور عبد الرضا أسيري عميد كلية العلوم الاجتماعية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، مرحب فيك. وأيضا بالأستاذ علي الموسى وزير التخطيط الأسبق، مرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة بعد حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الوحدة الوطنية، ولكن هيهات لهذا الحادث الإجرامي الشنيع أن يحاول أن يؤثر على وحدة هذا الوطن وتكاتفه وأيضا قدرته على تحمل المصاعب والشدائد. هنا يعني بعد أن حصل هذا الحادث الإجرامي، يعني تفقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مكان الحادث، يؤكد أن هذا الحادث الجلل هو مصاب الكويت بأسرها. يعني دعنا نبدأ بك يعني دكتور عبد الرضا أسيري، الرسالة التي بعث بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتفقده موقع الحادث منذ الدقائق الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مبارك علينا ما تبقى من شهر، وعظم الله أجرنا وأجركم وأجر الكويت بهذا المصاب الجلل، آمين، بهذه الخسارة الكبيرة. وكم كان بودنا أن يكون هذا اللقاء بموضوع أحسن، ولكن شاءت الأقدار أن يكون في وقت في ثاني جمعة من هذا الشهر المبارك، قدرنا أن نكون ضحية لعمل إجرامي، عمل تدميري، عمل جزء من مشروع أكبر، ليس مشروع تفجير مسجد هنا وهناك، إنما مشروع تغيير الخريطة السياسية والخريطة الدينية والمذهبية للعالم العربي. الحقيقة زيارة صاحب السمو لهذا المسجد هو دليل على اللحمة الوطنية. زيارة جاءت في أقل من ساعة من حدوث التفجير بدون أي استعدادات أمنية. رئيس دولة رمز الدولة من خطر، يعني العادة عندما يقوم بزيارة إلى أي مكان خصوصا في مكان مثل مكان التفجيرات، العادة تسبق قوافل من رجال الأمن واحتياطات أمنية وغيرها، ولكن جاء وزار المكان، وكانت يعني مشاهد مؤلمة ومؤثرة من صاحب السمو. هذا دليل على أن صاحب السمو هو الأب، هو الراعي، هو الرمز، هو المقرب، هو الموحد. هذا ما يؤكد أيضا علاقة الحاكم بالمحكوم، هذه العلاقة الوطيدة والمميزة. احنا علاقتنا مثل ما تفضلت تتجاوز الأطر القانونية والدستورية. صحيح هو رئيس الدولة الدستوري والقانوني، إنما هو الأب، هو الراعي. لذلك أنا أعتقد زيارة صاحب السمو لهذا المكان أكد مرة ثانية قدرتنا، سلاحنا القوي، سلاح الأكبر. احنا دولة صغيرة
يقول ما عندنا الأسلحة الفتاكة وغيرها، إنما عندنا سلاح قوي، سلاح الوحدة، سلاح المقاومة، وهذا ما أثبتت المحن سواء آخر محنة مرينا فيها قبل ربع قرن من الزمن والآن مرة ثانية. وراح نأكد مثل ما نقول رب ضارة نافعة في هذا اليوم. التفجير كان في صلاة الظهر، في صلاة المغرب، في مسجد الإمام الباقر في جنوب السرة، أخوة سنة وأخوة شيعة يصلون في نفس المسجد. وهذا تأكيد أن أي واحد اللحمة يسعى الوطنية التي جبل عليها المجتمع الكويتي يعني لقسام الشرخ، يعني خلق الشرخ ما راح ينجح بالكويت. بس هذا لا يعني أن هذا التفجير سيكون التفجير الحالة الاستثنائية، وماكو تهديدات قادمة. لكن نؤكد للبعيد والقريب أن الكويت متوحدة بأشخاص الكويت جبلت على اللحمة الوطنية وعلى الوحدة الوطنية وعلى التكاتف والتعاضد، خاصة يعني أيام المحن والشدائد، يعني وكان ذلك واضحا أيام فترة الاحتلال الآثم، برهن وسطر أبناء هذا البلد البررة يعني أروع ملاحم البطولة والتضحيات فداء لتراب هذا الوطن. واليوم أيضا يجسد أبناء الشعب الكويتي هذه اللحمة الوطنية وهذا التلاحم. أيضا يعني ننتقل إلى الدكتور يعني الأستاذ علي الموسى وزير التخطيط الأسبق، وحديث أيضا عن زيارة صاحب السمو. بعيد عن التحليل الأكاديمي، لهفة الأب على عياله ما عنده وقت. عياله قاعد يدبحون. لو سمحت أستاذ علي. لهفة الأب على أولاده. ما عنده وقت أمن ما أمن. عياله قاعد يدبحون. هاي لهفة الأب. وهذه هي اللي توصل من القلب للقلب. الكل عرف إن هذا أبوه وإن هاي لهفة الأب. لا هي دبلوماسية ولا هي بروتوكولية ولا هي سياسية. أنا على ثقة بأن يعني مستشارو صاحب السمو ومنهم يعني على يعني دراية وقرب من موقع الحدث الآثم وهذه الجريمة البشعة، يعني قد يعني لا شك نصحوا سموه حفظه الله ورعاه بعدم الذهاب وزيارة الموقع لخطورة الحدث. أيوة، لكن صاحب السمو أعتقد بأنه أبى إلا أن يذهب بنفسه لاهتمامه لمعايشته لهذا الحادث الجلل الذي هو مصاب الكويت بأسرها. وكما تشاهد يعني دكتور عبد الرضا أسير وأيضا أستاذ علي الموسى يعني شاشة التلفزيون ويعني زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى موقع الحادث فورا ومنذ الدقائق الأولى ليبرهن على عمق العلاقة الوطيدة التي تربط بين الحاكم والمحكوم، فهو يراهم يعني أبناؤه، ويعني حري بالأبي أن يسأل دائما ويعني يتحرى عن أبنائه. هذا ليس تحرير وليس سؤال، هاي لهفة. عيالي. أنا متأكد خاصة في هذا الموقع في هذا الظرف. أنا متأكد أي مستشار لرئيس أي دولة كان راح ينصح، لأن بالفعل هذه حركة خطرة جدا. أنت قاعد تعامل مع حادث إرهابي. على كل هذا موقف ليس فقط للكويتيين، لأن يعرفون الكويتيين كلهم منه صاحب السمو. هذه للخارج. رسالة أيضا. ما بيننا وبين الشعب فرق، واللحمة متصلة وصادرة من القلب. هذا إيمان مو سياسة، هذا إيمان. فعل علاقة. إيمان مميزة. خلاص علاقة مميزة، وهذه اللي تصير ردة فعل أيضا بالمثل، تأتي من الناس نحو حاكمهم. الله لا يقوله، لكن لو لا سمح الله تعرض صاحب السمو لأي شيء. يعني صدام كان خير دليل على ذلك. لو لا سمح الله يتعرض لأي شيء حول قيادته، راح تلقى الشعب كله جاهزين. بعد انت شوف شنو صار في 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 بنك الدم. يعني الإقبال اللي صار على بنك الدم من كل فئات الشعب. ربما حتى من كل السكان، من المقيمين ايضا. لدرجة ان بنك الدم مو قادر يتعامل مع العدد حتى يجيبوا لهم ماي. امتزلت دماء الكويتيين يعني اثناء الاحتلال، واليوم ايضا يبرهنون بيعني يعني وقفتهم وتكاتفهم الوطني يعني عن تبرعهم ايضا بالدم. فيعني دماء الكويت واحدة بلا شك،
ولا يمكن أن تتجزأ. أيضا ننتقل إلى الدكتور عبد الرضا أسير ونتكلم يعني عن يعني صف لنا يعني دكتور مشاهد يعني هذا التلاحم بين أبناء الكويت صغار وكبار ومواطنين ومسؤولين يعني بعد هذا الحادث الجلال. أنا أعتقد إصالة الشعوب، معدل الشعوب يبين أثناء الأزمات، نعم، وليس أثناء الرخاء، نعم، والراحة. أثناء الرخاء كل واحد مشغول بحياته وكل واحد يبي يعيش، إنما في فترة الصراعات والأزمات والتحديات إصالة ونوعية الشعب تظهر. هذا اليوم تجديد للبيعة، تجديد للوحدة، تجديد للإصالة، تجديد للكويت الواحدة. لن ينجح أي مخرب، أي مدمر، أي إرهابي، سواء جماعة أو فرد، في شق الكويت وشعبها أو أن يختلف يعني الكويت كلها في حالة عزاء، نعم، الكل يعزي الآخر، نعم، في الداخل وفي الخارج، نعم، اتصالات تأتينا من أصدقاء، من زملاء، من الدول القريبة والبعيدة، كلهم اهتزوا. كيف يصير هالشيء في الكويت؟ الكويت متميزة واحدة الأمن والأمان، نعم، بديمقراطيتها، بانفتاحها، في تعدديتها، في نظام الدستوري والقانوني. من يسعى لشق الوحدة الوطنية يستخدم هذا الأسلوب الدنيء، نعم، في قتل الأبرياء في يوم، في شهر مبارك، في يوم جمعة، في مكان المقدس. احنا ايضا نتقدم يعني بخالص العزاء لأسر الشهداء الذين يعني هم أبرياء بلا شك وسقطوا يعني في هذا اليوم المبارك وهذا الشهر الكريم يعني. وايضا نتمنى ان شاء الله الشفاء للمصابين. ويعني لا شك أن اليوم يعني جسد أهل الكويت يعني هذه اللحمة الوطنية. دعني أنتقل أيضا للأستاذ علي الموسى، ويعني كمراقب للساحة، ماذا يمكننا أن أيضا نوجه من رسائل إلى من يريد بالكويت شرا؟ أول شيء أعتقد الرسالة الأولى أن الشعب الكويتي فهم المقصود من وراء هذا الاعتداء وفهم جيدا وقرر أن السلاح في مواجهته، السلاح الأول. الكويت كدولة لديها وسائل كثيرة، بس إحنا نتكلم كشعب ندري أن السلاح اللي بيدنا، أن المستهدف هو الوحدة الوطنية في الكويت، نعم، التماسك الاجتماعي، وكان رد الشعب الكويتي اليوم عن بكرة أبيه، إحنا واحد الحمد لله. ولن ولو ان يعني الجرح مؤلم للجميع، مو يعني مو فقط لأسر الشهداء، والله يساعدهم، نعم، لكن الجرح أليم للجميع. ومع ذلك احنا متمسكين مع بعضنا بعض، لن نترك لأي آثم يحاول ان يشق الصف، لن نترك له فرصة، وان حاول مرة ثانية سيجدنا اشد تماسكا ووحده. العلاقه بين الكويتيين يعني استاذ الفاضل علاقه فريده من نوعها، يعني ما هي علاقه عاديه ابدا، يعني لن تؤثر فيهم يعني ما لن تؤثر، لا، لان هي ليست قضيه عاطفه. يعني انا اذا سمحت لي انا افرق بين قضيه العواطف وبين التفكير البارد، وانا تفكيري بارد، نعم، زين، قضيه وجود بس احساسك الوطني ان شاء الله يعني كبير، يعني لا ما يخالف، نعم، بس احنا بالنسبه لنا اليوم في هذا الظرف في المنطقه الموبوءه، نحن نتكلم عن قضية وجود، نعم، قضية الوجود ما فيها تسامح، وبالتالي نعم، لن نترك لكائن المكان، داعش ولا غير داعش، نعم، يكون اللي يكون، لن نسمح لهم، لن نسمح، سنقف بالمرصاد إن شاء الله بكل يعني تعاضد وتكاتف الجهود كلها، نعم، أن لأي طرف أن ينزع سلاحه في الصمود والمقاومة عن طريق التماسك، نعم، أثبتناها في سنة القزو القاشم، وها أنا ذا الحين إحنا قاعد نثبتها مرة ثانية، نعم، وإذا لا سمح الله لو تكرر شيء من هذا النوع مرة ثانية سيجدوننا أكثر مواجهة، نعم، وأكثر صمود وأكثر توحد، لأننا يعني يعني جبلنا على هذا الأمر، جبلنا يعني لا، ونعرف أن هذا، نعم، هذا السلاح اللي بيدنا عشان، نعم، عشان، نعم، عشان لا نفقد ما نملك، ما نفقد وجودنا، ما عندنا استعداد نفقد وجودنا. الحمد لله أن إحنا شعب، نعم، الله أن إحنا نوع من الرشد. احنا ما ندعي ان احنا كلنا فكرنا نسخه كربون واحد عن الثاني، عمرنا ما ادعينا بهالكلام. الحمد لله احنا شعب حر،
كل واحد له تفكيره، كل واحد له توجهه، لكن عنده الخطر. نعم. معصي عليهم. والسلام الحمد عليكم. لله. طول عمرك. ننتقل إذا عند الدكتور عبد الرضا عسير، يعني عميد كلية العلوم الاجتماعية واستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. يعني هذا المشهد يجسد كما قلنا يعني روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. كيف يعني يرى من أراد بالكويت شرا من هذا التلاحم الوطني في مثل هذا اليوم؟ يعني الحقيقة هذا التفجير الانتحاري هذا اليوم هو ليس بمعزل عن ما يحدث في العالم وفي المنطقة بالذات. اليوم حدث 3 تفجيرات في أوقات متقاربة. نعم. في 3 دول مختلفة. نعم. على في الخليج العربي بالكويت، بحر المتوسط في تونس دولة عربية، في فرنسا. نعم. دولة الديمقراطية والحريات كلها مترابطة. هذه التفجيرات ليست بمعزل الواحد عن الأخرى، هي جزء من مشروع تدميري. نعم. مشروع خراب، مشروع قضاء على الآخر اللي يخالفك بالرأي سواء في نفس دينك أو دين آخر. إذا كانوا في الكويت مسلمين من مذهب معين، اللي كانوا في تونس كلهم سواح مسيحيين، اللي كان في فرنسا. فلذلك إحنا عملنا واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية. نعم. مسؤوليتنا الوطنية هو الصمود و الوحدة كما كانت، لكن مسؤوليتها أيضا في الجانب الآخر أن نأخذ احتياطاتنا، حذرنا في كل مؤسساتنا. وهذا ما كان ينادي به يعني صاحب السمو في خطاباته الأخيرة حفظه الله ورعاه، يعني على موضوع يعني توخي الحيطة والحذر خاصة في مثل هذه الظروف. أيضا نتابع يعني سموه للعهد حفظه الله ورعاه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يقوم بيعني لفتات أبوية حانية بزيارة يعني المصابين والاطمئنان على أحوالهم ويعني الدعاء لهم بسرعة الشفاء العاجل بإذن الله تعالى، ويعني تأكيد لا شك على يعني علاقة الحاكم بالمحكوم، وبأنه هذا الحادث يعني الجلل إنما هو يعني مصاب الكويت بأسرها كما تلاحظون وتشاهدون. يعني سمو ولي العهد حفظه الله يعني يواسي ويطمئن يعني على أحد المصابين وهو يعني كبير في السن، وهذا يعني يدل أنه الإرهاب لا يفرق، يعني للأسف الشديد يعني يضرب بكافة الأعراف الإنسانية والأخلاقية والدينية عرض الحائط، ولا يفرق بين طفل وصغير، ويعني يعني بين فئات المجتمع كاملة. ننتقل عودة أيضا إلى ضيوفي الكرام. يعني دكتور يعني عبد الرضا أسيري، يعني تحدثت قبل قليل عن روح المواطنة من خلال يعني الصور الملحمية الباعثة على الأمل. أيضا دعنا نتحدث عن يعني مفهوم الوسطية، كيف يمكن لنا أن نعزز هذا المفهوم؟ الشعب الكويتي تميز بالاعتدال تاريخه، ليس بالتطرف لا باليمين ولا باليسار. لذلك الكويت اختارت نظام وسط، نظام سياسي وسط، نظام وراثي ملكي ولكن يمتزج بالقانون بالدستور بانتخابات في مجلس أمة، مجلس منتخب، مجلس تمثيل شعبي، مؤسسات المجتمع المدني. لذلك نظامها السياسي، نظامها الاجتماعي هو نظام معتدل. تبي تسميه نظام وسطي، نظام مركزي، سمى ما شئت. لذلك الكويت محظوظة في هذا السبب، والكويت أساساً مجتمع مهاجر التقت لأنها فعلاً الكويت وفرت لها الأمن والأمان. لذلك الكويت سميت واحة الأمن والأمان لأنها كانت توفر الأمن لكل ساعي لكل طالب، حتى كان الكثير من اللاجئين في كثير من الدول ومن الدول الأخرى عندما تحدث أحداث يلجؤون للكويت ويقيمون بالكويت. شركة الهند الشرقية نقلت مكتبها من البصرة ومن إيران إلى الكويت بالثمانينات، بالرغم أن الكويت لم تكن مستقلة بذاك الوقت. الكويت توفر لهم الأمن. فلذلك الكويت هو مجتمع متواد، مجتمع معتدل في توجهاته حتى في نظامه السياسي. الكويت كانت منذ الاستقلال دولة مرغوبة ومطلوبة. لماذا؟ لأن الكويت لم ترتبط
بتحالفات سياسية أو تكون في معسكر ضد معسكر آخر. لذلك الكويت أنا أعتقد هو مجتمع الاعتدال، مجتمع الوسطية بسميها، مجتمع مركزي لكن مجتمع. ننتقل إلى أستاذ علي الموسى، يبدو أن له يعني مداخلة في الموضوع. يعني بالأساس الإسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس فكنتم أمة وسطة. زين، الكويتيين بحكم التركيب الاقتصادي الثقافة معناها الوسطية، شنو معناها؟ معناها الاعتدال. أنا هذا مفهومي للوسطية هو الاعتدال. زين، ولا دون التطرف أو الغلو. لكن هذه شنو؟ هذه ثقافة متكاملة، هي ليست تعليمات والله أنت بتشغل الكمبيوتر ولا بتسوق سيارة، لا لا لا، هذه ثقافة متكاملة للمجتمع. يعني الكويت طول عمرها مدينين مثل 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 باقي الجزيرة، كلنا مدينين، لكن بحكم كوننا بلد يغلب عليه الطابع التجاري برا وبحرا، التجارة يبي لها سعة صدر، التجارة يبي لها أن تتفاهم ويا الناس، تتقبل الآخرين. فهذه هي الوسطية. إذا كيف يمكن يعني أستاذ علي الموسى أن يعني نستخدم المنهج الإسلامي في تعزيز يعني الوسطية؟ والله يعني يفترض أن في يعني ناس أكثر تخصص وفهما في صياغة المناهج، لكن أنا لا أرى أن الوسطية هي فقط مسؤولية مثلا وزارة الأوقاف على سبيل المثال. لا، الوسطية مفروض تكون هذا منهج للدولة. يعني احنا احيانا الدولة عندنا مضطرفة، مو 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 مو, مو لوادم في بعض تشريعاتها وفي بعض ممارساتها تنزع الى التطرف. التطرف شنو؟ يعني التطرف شنو؟ التطرف لا، مو كل تطرف قنابل وقصروش، لا، التطرف هو انك انت تاخذ موقف حاد او مزايد على هذا لاسباب عدة. فاحنا الدولة كلها لازم ترجع الى الوسطية. مو مثل ما البعض يحاول يوصله، لا والله احنا عندنا يمكن 1000 متطرف يبيهم شوية قسيل مخ علشان يعتدون مرة ثانية أو يصيرون وسطيين. أنا ما أعتقد هذا صحيح. الصحيح هو الدولة كلها. يعني احنا الكويت مشهورين تاريخيا ان احنا دولة وسطية ومعتدلين، اكو ناس متطرفين، المجتمع كله متطرف، مو قلة، احيانا المجتمع كله يتطرف، لكن الدولة مفروض تسعى إلى أن تكون ممارساتها ومناهجها وسياساتها هذه ثقافة. يعني ثقافة هي ثقافة. ماذا يقول الدكتور يعني أيضا عبد الرضا أسيري عن هذه النقطة؟ أنا أعتقد المجتمع الكويتي مجتمع متسامح وتعايش، مجتمع معتدل في توجهاته الفكرية والاجتماعية، وفي الغالب ربما يكون هناك متطرفين اليمين أو اليسار، وهذا شيء طبيعي في كل مجتمع، في شواذ في كل المجتمعات، لكن إجمالا المجتمع الكويتي اللي يميزه الاعتدال، يميزه أنه لي يعني الفكر الأيديولوجي لم يؤثر عليه، وفكر عملي واقعي. فعندما يأتينا واحد بفكر متطرف أو متشدد أو إقصائي أو إرهابي تكون حالة غير كويتية. فانظروا اليوم إلى ردود الفعل داخل الكويت، الكل شارك وساهم في هذا المصاب، الكل تأثر، الكل تفاعل. فالكويت تاريخيا مجتمع معتدل، تاريخيا مجتمع تجاري، تاريخيا مجتمع متسامح، تاريخيا مجتمع مهاجر. ربما توجد قلة هنا وهناك، ولكن هذا في كل المجتمعات، فيها يعني جماعات متطرفة، في فئات منحرفة، فئات لا تسير بالمنهج الوسط أو المنهج المعتدل. ما هو دورنا في الاعتدال؟ أنا أعتقد مؤسسات الدولة عليها واجب، ومؤسسات المجتمع المدني عليها واجب. عندنا جمعيات نفع عام أكثر من 100 جمعية، البعض منها متخصص في الأمور الدينية والأمور السياسية والأمور الاقتصادية، عليها واجب المشاركة في التنشئة السياسية، التنشئة الدينية. رجال الدين لهم دور، اللي يصعدون المنابر أمام مسؤولية وطنية، مسؤولية إنسانية، مسؤولية دينية،
لتوجيه هذا النشأ. إذا واحد عمره بالعشرينات يذهب ويقتل نفسه، يفجر في ناس يصلون يؤدون أقدس فريضة في الدين الإسلامي، مو أنت مسلم وهؤلاء مسلمين، ماذا فعلت؟ ماذا جنيت؟ أنا أعتقد أن واجبنا الآن لربما رب ضارة نافعة، لربما هذا الحدث على الأقل يحرك المياه الراكدة في الكويت وفي غير الكويت، نصحى من سبات عميق. نعتقد الثروة النفطية ريحتنا وأن التهديد والإرهاب لن يصلنا، وصلنا. في المملكة العربية السعودية قبل كم أسبوع كان تفجيرين، الآن في الكويت، ربما في الكويت أو في أي مكان آخر قد يحدث التفجير. وسيبرهن الشعب الكويتي دائما على يعني وقوفه صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. سيبرهن الشعب الكويتي دائما مع كل محنة، مع كل مصاب جلل، بأنه هو الشعب الذي يعني هو من نوع فريد في العلاقة وفي التكاتف والتعاضد وفي يعني التلاحم وفي الوحدة الوطنية، ولعل أيضا يعني استنفار جميع أجهزة الدولة اليوم يعني من خلال يعني مسؤوليها ومتابعة الحدث المصاب الجلل وتداعيات هذه الجريمة البشعة، من خلال اجتماع مجلس الوزراء للوقوف على يعني تداعيات هذا الحدث. اسمح لي، صحيح راح يبرهن الكويتي، بس هذا بعد الحدث، بعد ما يصير. نتابع الآن يعني دكتور عبد الرضا السيري، يعني هذا جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للوقوف على يعني تداعيات هذا يعني التفجير الآثم البشع الذي تجرد من الإنسانية، ويعني كان يعني محاولا النيل من يعني كرامة الكويتيين ومن نيل أيضا من وحدة الوطن، النيل من يعني استقرار وزعزعة الأمن في هذا البلد الآمن، لكن يعني بتكاتف الجهود وتعاضدها وقوفها صفا واحدا خلف قيادتها دائما وأبدا. أيضا يعني هذا إرهاب جاهل بأصول الدين الحنيف تجرد من الإنسانية، ويعني لن يستطيع أبدا أن يفكك هذه الوحدة الوطنية. نعود للأستاذ علي الموسى، يعني اليوم تجلت أيضا يعني صور التلاحم والتكاتف ووحدة الصف في أبهى صورها. الوحدة الوطنية تعمل على بناء الوطن، هل لك أن تحدثنا عن هذا الجانب أيضا؟ يعني مرة ثانية هذا ليس بغريب على الكويت، هذا احنا الكويتيين، وقت الرخاء كل واحد على راحته، وقت الشدة نعم لا متماسكين وننسى كل التباينات كل أنواع الخلاف، لأن ما أمامنا خيار ثاني، هذا مو ديكور، مو شيء زينة، مو زيادة، هذا قضية أساسية بالنسبة لنا. هبت يعني دكتور يعني الموسى أيضا يعني اليوم هبت دول العالم، لو لاحظت يعني ولاحظ الجميع يعني لإدانة هذا العمل الإرهابي. نعم. بكافة صوره وأشكاله، هذا العمل الإرهابي الرخيص والجبان الذي يعني لم يراعي القيم الدينية والأخلاقية ولا أيضا الإنسانية، كيف تقيم سرعة إدانة الدول العربية والمجتمع الدولي؟ بكل تأكيد يعني هذا عمل شائن مستهجن من الكافة. زين، أيضا الكويت ليس لها سجل يبرر ارتكاب مثل هاي الجريمة ضدها، يعني احنا ما نفجر بيوت الناس، ما لنا نعم. سوابق فجرنا بيوت احد نعم. زين، ولا دخلنا في حروب ولا ولا ولا. زين، احنا الكويت شعبا وحكومة اهل خير واهل عمل انساني، وهذا كاهو رئيس دولتنا شو اسمه، شنو نعم. لقبه نعم، مو زعيم العمل الانساني نعم، هذا باعتراف العالم كله. هذا يعني هل هذا بشهادة هل يعني أعلى هيئة أممية، هل هذا مكافأتنا؟ نعم، إن يقتلون أبنائنا في دور العبادة في يوم مقدس، شهر
طبعا هذا حتى ان المومس اسمح لي نعم. فهذا كان موضوع استهجان للعالم كله. ما الذي عفوا يعني استهداف، تحدثت قبل قليل عن يعني الكويت برمزها حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، يشار اليها بالبنان كمركز انساني، ويعني هذه شهادة من اعلى هيئة اممية. ما الذي يعني، دعني انتقل بالسؤال الى الدكتور يعني عبد الرضا اسيري، ما الذي يعني عندما تستهدف بلد الانسانية بمثل هذه الاعمال الدنيئة التي خلفت ضحايا وجرحى من ابناء هذا الوطن العزيز، اوجعت البعيدة قبل القريب؟ طبعا ضرب الكويت لها كثير من الابعاد والمعاني، رسائل مختلفة. أن الإرهاب والداعمين لهذا العمل الإرهابي يصلون إلى كل مكان، نعم، كل دولة لا في احتياطات أمنية وما فيها احتياطات أمنية نقدر نوصل. الرسالة الثانية أن نموذجكم هذا اللي تفتخرون فيه، نموذج الديمقراطية والحرية، لا يسلم منه. هذا ليس النموذج المثالي اللي نحن نسعى له، والكثير وفي بعض المتعاطفين في الكويت وخارج الكويت أيضا يؤيدون هذا العمل الدنيء والعمل اللا إنساني. الرسالة الأخرى أن نحن هنا كداعش وإرهابيين، نحن موجودين في الكويت، نحن موجودين في السعودية، نحن موجودين في كل مكان. يمكن قوتنا الآن ما هي قوية مثل ما هو الحال في العراق أو في سوريا أو أماكن أخرى، ولكن راح تجدوننا. ورسالة أخرى، إحنا لا رمضان لا مسجد لا جمعة نعترف فيه ولا نعترف. يمكن الهجوم القادم لا قدر الله يكون في كنيسة أو معبد لغير المسلمين وغيرها. هذه رسائل أخرى، رسائل أيضا لغير الكويتيين. عندنا 3 ملايين تقريبا من العاملين، وفي الخليج في حوالي يكون 50 مليون أقل أو أكثر. رسائل أن هذه الدول ما توفر لكم الأمن، ما فيها استقرار، والكثير من الناس اللي بي الكويت اللي بيسمع الكويت رأى هذه المشاهد يقول لماذا أنا أزور الكويت، ما فيها أمن ما فيها استقرار. يجب أن نثبت للعالم مرة ثانية أن إحنا ردود فعله ليست لاحقة لهذا الحدث، إنما نسبق الأحداث بتسامحنا بتعايشنا بدور التعليم، مؤسسات التعليمية الرسمية. هناك دور كبير يعني مدني. دكتور للمجتمع يعني بكافة شرائحه لموضوع أيضا التوعية من جانب، والتحذير أيضا من جانب آخر يعني من هذا الفكر يعني المشين والمتطرف، من خلال أيضا تحصين الجبهة الداخلية. ماذا يقول يعني أستاذ علي الموسى؟ أول شيء خلينا نعرف، يعني أنا بتقييمي أن هذا موضوع مو بالبساطة اللي كان يعني بس إنه والله أنا من الإرهابي. هذا هجوم، موقف هجومي لناس لا يريدون الخير لهذا المكان، لكن أيضا لا أبعاد أخرى. هذا يعني هي المسألة، مو مسألة متعة إنه والله الإخوان بس يستانسون يفجرون الأوادم، لا، لهم أهداف، لهم أهداف ثانية. هذه أداة للوصول إلى شيء آخر. نعم. زين، وعلينا أن لا نأخذ الأمور بتهاون أو باستخفاف. ليش؟ لأن يعني في دراسات، إذا أذنت لي أنا بعد السدان أيضا الدكتور، إحنا مع شديد الأسف في الكويت، ربما لا نتابع ما يجري في العالم. أنا اليوم أمامي دراسة من معهد بروكينجز، والدكتور يعرفه، من أشهر أو مراكز البحث العلمي. عندهم بحث عن التويتر واستخدام داعش للتويتر في مؤشر خطير، يعني في كثير من الناس يقولون لا تتكلم عنه، أنا أجد من واجب أني أتكلم عنه. حسب الإحصائيات، وهي كلها معمولة على الكمبيوتر، من اللي يستخدم التويتر؟ احنا بالنسبة لعدد السكان عندنا تعاطف مع داعش اكثر دولة في العالم. عندنا لا اسمح لي عندنا 300، هناك ضيف اخر يعني دكتور ما يخالف اكملها، فيها الكويت فيها 300 حساب لتويتر من المتعاطفين من التويتر.
هذا يتابعه 300,000 واحد، مو بالضروره قاعد ان كلهم متعاطفين يتابعونه. هذا ما ندعو اليه ويدعو اليه المجتمع فيه في موضوع في موضوع التوعيه والتحذير. استاذنك يعني الاستاذ علي الموسى وزير التخطيط الاسبق، وايضا يعني دكتور عبد الرضا السيري عميد كليه العلوم المجتمعيه واستاذ العلوم السياسيه في جامعه الكويت، شكرا لكما حضور الاستديو. فاصل ونعود بعده لنتابع هذا الحوار.